لهم طاعة عابدين فرابهم ضياء غير ضلال ضياء غير ضلال إذا ما أتينا إلى داره وجدنا الإمام مع أبي بكر إذا ما أتينا إلى داره وجدنا الإمام مع أبي بكر يقول وجدت بأعين الكتاب عجيبا نهاني وأمرا عن السابقين على شركهم في عصور الجير تخذوا الاحبار لهم آلهة إذا كان هذا فالأمر مصير فمولا يقول لي فكيف يكون أشرك من العابد قد يصير أجاب أحلوا الحرام فصاروا لهم في المحاصي نصير أجاب أحلوا الحرام فصاروا لهم في المحاصي نصير وقد حرموا في الحلال الأصيل وما خالفوه فما خالفهم فبئس المصير وقد حرموا في الحلال الأصيل فما خالفهم فبئس المصير إذا على الردى غدا ويقمون اليمين وما بهم سوى للضلال غرام فأصبحوا لهم طاعة عابدين فما ضياء غير ضلال ضياء غير ضلال قول بصيرة هيا قصيرة وتفيد لي فكسر خبها فالزمر هجعها توعى وتدفع وتستوعب من الزيرة وتقسم كلامها فالزمر هجعها توعى وتدفع وتستوعب من الزيرة وتقسم كلامها عابد الزير يلعب التمثير آيات الأحكام ويقدرها بمراها تعبد المال خالف كتاب الله ونسى يوم القيامة كم راهب احتال واستعبد المال خالف كتاب الله ونسى يوم القيامة فاهم مطاوع في شهر تضاع بطل نواقص الخطر على السلامة والدنيا
تغسلك راويك وتجرح إلك عاقبة المال كرامة. كم عبد عبد تفسير حياتي الحكمة ويفسرها بمرامة. كم راهب احتال استعبد المال خالف كتاب الله ونسى يوم القيامة. كم فاهم انطاع في شهوة ضاع وفضل نواقيس الخطر على السلامة. والدنيا تعطيك إلى تراويك تشرح إلك عاقبة المال كرامة. تشرح إلك عاقبة المال كرامة. فكم رافعات جلال الفناء على في تروي لنا الأرعى. فكم رائعات جلال الفناء على في تروي لنا الأرعى. فسله عن العلم والفلسفة وهيئ له حينها مسجد المصطفى تلتقي بأهل العلوم والفقه معا. فإن تحصل علم السماء فلن تعد الذي كان قد أيبتعا. أتوا ينحلون الرحيق وما به من طيوب العلا جمعا. به من طيوب العلا جمعا. وما خافت الأغنيات التي أتت جعفر لندى مرتعا. أتت جعفر لندى Yeah.
عن العلم والفلسفة وحيئ روحي لها مسمعا يا